ايه انوس؟ ايه يا حبيب؟ حبيبي؟ دخيل عينك، انا والله اسف يا عم، عم اتغلظ عليك شوي، بس يعني اخذتها لهي ومالي مقتنع. هلا هي المسكه عن جد بتخلي مرتي تصير هيك؟ يعني ما بتعذبني وبتقيم بتحط بتقلي بدي وما بدي وما بعرف شو؟ طيب لا والله اسف، والله بعرف انك صيدلاني وبتفهم اكثر مني. طيب سؤال، هي المفعول تبعها المزبوط قديش بده؟ ساعة؟ بدي استنى ساعة. طيب ماشي يلا لا تواخذني، انا اسف اتغلصت عليك كثير اليوم. يلا ماشي، سلام باي. لك باي. زنزون زنزون. يا حبيبتي مسكي، اشتريت لك هاي المسكاية كلي. شو بساوي فيها؟ طيب مسكي شو بدك تساوي فيها؟ بدك تحلكيها؟ حطيها والله حطيها بالدمية. هلا بعد شوي بحطها بالدمية. انا عندي مشوار ساعة، بس على شرط تاكليها المسكي، ها؟ لأنه حبيبتي أنت، أنا عم ضيفك مسكي لازم تاكليها. مش قلبي داعي. يلا باي. يلا بدك شي من برا؟ لا سلامتك حبيبي. يلا عليكي يا عليكي منيح. يلا. زنزون زنزونة. نعم حبيبي. كيفك؟ تمام؟ تمام. اكلتي المسكة؟ لا ما اكلتها، شافتها امك معي اشتهتها قام اعطيتها اياها. امي؟ وين هلا؟ من لما اعطيتها العلكة لبست وراحت تدور على ابوك. فوت قدامي، فوت قدامي يا ماما. هاتي جوا. الله يحمي معك بابا. لك ليش ما عم تدق لي؟ انا رح دق لك. بس افتحي الخط. ولما تضمك عصغي ضع صغيري. دقي انا رح دق لك. يلا ردي. ولما تضمك عصديري اي شو بحس الدنيا صغيري. انت عند بس مين لك؟ دقي. ردي. ولما بدي شو رب دقي. انا رح دق لها. يلا شو صار؟
قولي لي على بدني ان شاء الله، لك ان شاء الله بتقبشي بتقبشي عظام عظامي. شو هالشغله؟ شو هال؟ لك ما بتخيلي قديش انا مبسوط انه انا قاعد انا وانتي على طاوله وحده وهيك. وانا طاير عقلي ومهلي مصدقه حياتي يا عمري يا قلبي. فينك تقولي لي كلمه وحده بس تخلي قلبي هيك يخفق خفر؟ حبيبي مرتك قاعده على الطاوله الثانيه وراك. صور يا ابني. حضرتك زوج المغدورة؟ نعم سيدي أنا حضرتي. حسب الأدلة اللي وصلتنا على الفرع كلها بتأكد أنه أنت اللي قتلتها. نعم سيدي أنا اللي قتلتها، ما في غيري وغيرها بالبيت، مين بده يقتلها يعني غيري؟ وقد ايش صار لك متجوز أنت وياها؟ 30 سنة. وليش بعد 30 سنة قتلتها؟ والله قلت مروة، كل يوم بقول بدي قتلها لزبطيت. احترمناك. شو في يا ابني؟ سيدي المتهمة اللي عاملة جريمة قتل صارت برا. ها؟ جيب ليها طبعا. أمرك سيدي. ودي أشوف. ودي. بدك شي مني سيدي؟ صرف يا ابني. أمرك سيدي. أنتِ اللي قتلتي زوجك بسكينه، طيب فيك تقولي لي ليش قتلتي زوجك بسكينه؟ يعني شوفت عينك سيدي، الحاله الماديه ما بتسمح لي اشتري مسدس. ما كفيتي لي؟ شو صار بعدين معي؟ يعني شو بده يصير؟ يبعت لحمه شو ضايقتني؟ لسا نزلي لي هالموديل، لا لا اعطيني هذا القياس، لا لا هذا الفستان حلو، يي هذا لا ما حلو، هيك نزلت كل المحل بالاخير ما اشتريت شيء، وقالت لي شو؟ رح اعمل لفه وارجع، وهي ما رح ترجع. الله يعينك على هالشغله يا ام السوس. شفتي حظي شفتي؟ لك صحيح وين ريما ما شفتها؟ عم تشتغل شغله مع امي، هلا ما بتلاقيها الا اجيت. ها ام السوس عنا كيفك؟ اهلا ريما، هلا سالت عني. شو اخبارك؟ منيحه واشتقت لك كثير كثير. اعطيني اعطيني سحبتين من ارجيلتك، ما بدي ارجل. إيه لا ما حذرتي، روحي ساوي ارجيله لحالك. روعه انا زعلت منك، حرام عليكي، لك عطيها كلهم سحبتين. ما هي هاي الجملة بالذات تبع اعطيني سحبتين بتحرق اخت راس الارجيلة. عن جد تحرقوا؟